دي؟ مش عارف يا اخي، دي ريحه ندة قوي. الظاهر ان الفاس خبطت في ماسوره الصرف كسرتها. محمد تعال بص كده شوف الفاس اتعلقت في ايه. الريحه زادت قوي يا شيخ احمد. بص كده ايه دي؟ سلام القول من الرب الرحيم، دي جدة بني ادم. بني ادم؟ نهار اسود. طب نعمل ايه دلوقتي يا شيخ محمد؟ اسمه شيخ محمد كنا ايه؟ لو حكيت سيرة لحد ما نروح نقول الخال. انا مالي يا عم؟ اكني ما شفتش حاجه. ربنا يذكرك يا شرف الاستخدام. شيخ محمد، شيخ محمد ده مشي. العصايه فين؟ فين العصايه؟ بني ادم، جبت بني ادم. يا مناجي من المهالك يا رب يا خال. شيل الباب مقطوع كده، شيله بالمفتاح لحد ما ارتكي تهدي لجوه. مش عايزين شوشره وفرص وفضايح. جاتك الهم تبني ليه بس يا خالي؟ ده انا بحبك يا خالي. راح فين يا خالي؟ يا ساتر يا رب، الريحه المعفنه دي. اهلا يا خالي، تعالى. يا ودي في اللوط عشان تصدقني يا خالي. دي جدة بني ادم. يلا بينا يا خالي. يا خالي يا خالي استنى يا خالي، وتشور على بايه دلوقتي بقى يا خالي؟ مين اللي علقه البيت على اللي جابوه؟ ودي عايزه صوره؟ نعم. بلاغ عن ايه؟ احنا جايين نعمل بلاغ. اصل بصراحه كده احنا لقينا جتة بني ادم عندنا في اوضه في البيت بتاعنا. جتة؟ جتة نوبه واحده؟ لا 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 لا، من الاول بقى واحده واحده. جتة في الاثنين اللي بلغوا حضره الصوت قاعدين عندي سعادتك. هاتهم لي بسرعه. ايه الأوضة يا عتبة دي؟ الجثة في الحفر ده؟ ايه يا بيه؟ تعال شوفها بيه. شم الريحة يا بيه. يا سلام. اهي يا بيه. شايف يا بيه؟ عسكر أبو عاطي، عسكر أبو دود، ممنوع منعًا باتًا حد يدخل أو يخرج من البيت ده. توقف حراسة 24 ساعة ليل ونهار، لو حد دخل أو خرج هتتجازوا. تمام يا فندم. وساعة ست الدوهية منين؟ يلا. محدش لا يدخل ولا يخرج من البيت ده، فاهمين؟ طب أروح أنا بقى. سلام عليك. ولا يا جاب، اجري يا واد التقصنين، شوف لنا إيه حكاية اللمة دي. ماشي. عواف يا ماري. ريا خطوة عزيزة يا اختي. يا عز مقدارك يا حبيبتي. اصلي كنت معدية على الزنقة لقيتك هفة علي، قلت نفوت نشق عليكي. وحشاني يا ماري. تشربي ايه؟ يا اختي خيرك سابق، ملوش لزوم. يعني ايه ملوش لزوم؟ ولا يا جابر، هات اتنين قهوة هنا يا ولا. ما درتيش باللي حصل يا ريا؟ خير يا اختي، حصل ايه؟ لقيوا قتيل في بيت الجمال. ساتر يا رب، وده مين ابن الحرام اللي قتل؟ محدش عارف، الدنيا مقلوبة هناك. بيقول إن صاحب البيت لقى جدة بني آدم وهو بيحفر في الأوضة اللي كانت واخدة عسكير. طبعاً إذنك يا أختي. على فين؟ نروح نشوفوا إيه اللي حصل. ابقي طمنيني يا ريا. بس نطمن وهنبعتلك.
مين كان مأجر الأوضة قبل ما تخلوا البيت؟ الولية الخمرجية اللي اسمها سكينة. وسكينة كانت مأجرة لوحدها؟ على ما أسمع سعادة البيت. يعني إيه على ما تسمع؟ مش أنت اللي كنت كاتب لها كونتراتو؟ لا، أصلها كانت مأجراها من الباطن، من واحد اسمه محمد السمني، قطع بقى قطعة سيرته. كان مأجر مننا الكات الأولاني كله. وكان بيأجره بمعرفته بقى. وهي سابت الأوضة ليه؟ ما إحنا ولا مؤاخذة رفعنا قضية طرد على محمد السمني ده. لأنه كان بيسرق في الإيجار شهر وتلاتة لأ. وكسبنا القضية وأخلينا البيت وعرضناه للإيجار. وجه خواجه طلب يأجر البيت، بس كان له شرط واحد، إنه عشان يأجر البيت لازم ندخله فيه المي، وعشان ندخله المي لازم نروح للبلدية، والبلدية قالوا لنا لازم تروحوا للمجاري. وده السبب اللي خلانا أنا وخالي نحفر في الأوضة دي ونعطر على الجتة دي. الأوضة دي اللي كانت سكناها الولية سكينة الخمركية. أيوه، ونحب نقوله لسعادتك كمان إن اسم الحرمة سكينة ورد لنا في البلاغات عن الحرمات اللي اختفت وما رجعتش بيوتها تاني، وكان آخر بلاغ يعني كان باسم فردوس فضل الله، فردوس فضل الله. وقبل كده بست أسابيع كان برضو في عندنا بلاغ عن اختفاء زنوبة الفرارجية. اكتب كل الحاجات دي في المحضر حاضر الصول. حاضر. بقولك يا أحمد، أنت ما شفتش قبل كده فردوس وزنوبة من بين اللي بترددوا على البيت؟ أنت شايف يا سعادة البيت؟ لا مؤاخذة أحمد، عموماً أنت تقدر تمشي دلوقتي، بس خلي بالك لما نعوزك هنطلبك. وأنا تحت أمرك سعادة البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوزك تستدعي لي كل اللي كانوا ساكنين في الدور الارضي في بيت الجمال. تمام يا فندم. في ايه يا واد؟ كمل بيه يا ابو ستيت، وكيل النيابه وصل يا فندم. هو فين؟ موجود بره يا فندم. وسايبه واقف بره يا حمار، خليه يتفضل. تمام يا فندم. مساء الخير يا حضره المأمور. اهلا وسهلا لسعاده البيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل سعاده. اشكرك. ايه بقى الموضوع يا حضرة المأمور؟ تمام يا فندم. في حاجة يا محمد فندم؟ سعادة البيه وكيل النيابة وصل وطالب محضر المعين. هو فين؟ موجود في مكتب البيه المأمور سعادتك. طب هات لي المحضر بسرعة وتعالى لي عند البيه المأمور. وزع ست التهمة من هنا، يلا. اتفضل سعادتك. ايه الريحه الفظيعه؟ اتفضل. فين الجثه؟ الجثه هي اللي واضح انها جثه واحده ست من شعرها الطويل. امال ليه ما كملوش حفر؟ مش جاهز في جثث ثانيه؟ مظبوط يا فندم. كمان لازم تفتشوا الاوض تفتيش دقيق، والدور العلوي كمان. الدور العلوي مقفول بمفتاح. شوف المفتاح فين وهاتوه، واذا اضطريتوا تكسروا الباب اكسروه. تمام جنابك.